السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: العراق، مظاهرات مستمرة وقمع مستمر. مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا عبر خدمة الواتساب التي تتيح لكم التفاعل معنا عبر إرسال رسائلكم النصية. فاصل ونعود. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك، يوم لنا عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مبشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. انطلقت مظاهرات في محافظة البصرة منددة بانعدام الخدمات وارتفاع مستوى البطالة في المحافظة وغياب الأمن، في حين يرى ابن البصرة العمالة الأجنبية وهي تغزو محافظته وتعمل في مكانه وتتقاضى راتبه. حال ابن البصرة كحال ابن واسط وابن بابل وابن ذي قار والمثنى وابن ميسان والديوانية وابن النجف وكربلاء. شباب العراق في جنوبه يعانون الفقر والبطالة. هذا الغضب وعدم القدرة على مزيد من الاحتمال قادهم إلى التظاهر والخروج على السلطة والقانون وقادته وسياسيه، الذين وصفهم العراقيون ملايين المرات بالفاسدين والسراق واللصوص والقتلة. هؤلاء الذين قادوا العراق إلى الانهيار، وهم الذين أخرجوه من حاضنته العربية وألقوه بحضن إيران، وهم الذين سرقوا قوت شعبه وسلطوا ميليشياتهم عليه، وكذلك استغلوا رجال دين معممين للتلاعب بعقول ومشاعر الناس. وهؤلاء هم الذين أبادوا المتظاهرين واعتقلوهم وكادوا لهم التهم، كالذي حدث في ساحة التحرير عام 2011 وساحة العزة والكرامة في عام 2013. والآن وبعد مرور 15 عاما على الاحتلال وتبعاته، ها نحن نرى العراق ينتفض من جديد، وها نحن أيضا نرى القمع ما زال مستمر. فإلى متى وما نتيجة هذه المظاهرات والاعتصامات؟ هي أسئلة نطرحها في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، طبعا نذكر أن انطلاق المظاهرات كان من البصرة، محافظة البصرة التي تشهد معاناة كبيرة ويشهد أهلها نفس المعاناة بقضية البطالة وقضية انعدام الخدمات وتسلط الأمن والميليشيات. وهناك غضب شعبي عارم يعتلي المتظاهرين، وبالتالي هناك مطالبات بالخلاص من هذه السلطة، بتوفير فرص العمل، بتوفير الخدمات، مثلهم مثل أي شعب آخر يتمتع بهذه الحقوق في العالم. أهالي قضاء شط العرب في محافظة البصرة تظاهروا وطالبوا الحكومة بتحسين الخدمات ومعالجة ظاهرة البطالة. وكذلك خرج المتظاهرون من أهالي القضاء الواقع شرقي المحافظة في تظاهر احتجاجي انطلاقا طبعا من نهاية شارع التنومة، وقطع واحد الطرق الحيوية المؤدية إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران. عندما حدثت هذه المظاهرات كان هناك محاولة من هذه السلطة، طبعا حكومة حيدر العبادي، لامتصاص الغضب الشعبي. فقال جبار العيبي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من قبل حيدر العبادي إن اللجنة أصدرت أوامر بتوفير 10,000 فرصة عمل لسكان محافظة البصرة. هناك من قال بأن هذه المحاولة هي محاولة مثلها مثل أي حل ترقيعي آخر قامت به هذه السلطة
لامتصاص الغضب الشعبي وتخفيف حدة هذه التوترات والمظاهرات والاعتصامات التي تتوسع يوما بعد آخر. وبالتالي ما يحدث الآن كقضية المياه التي أرسلت السلطة في محافظة البصرة سيارات النقل المحملة بالمياه العذبة من أجل أن تذهب إلى المواطنين كان حلا ترقيعيا، لم تحل أزمة المياه ولن تحل في ظل وجود سياسات خاطئة موجودة تتبع في هذه السلطة. اللعبي أضاف أن اللجنة المكلفة من قبل العبادي أمرت أيضا بتعيين 250 شخصا من أهالي قضاء المدينة في الحقول النفطية في المحافظة، وبيّن أن الأوامر تضمنت أيضا توفير فرص عمل لذوي المتظاهرين أو لذوي المتظاهر الذي قتل في منطقة باهلة مع دفع تعويضات مالية لذوي المقتول. هل هكذا تحل الأمور في العراق؟ إعطاء تعويضات مالية من أجل إسكات أهالي القتيل الذي قتل دفاعا عن حقه ودفاعا عن حق أهله في هذا الوطن، ومطالبا بحرية وكرامة، ومطالبا بحقه كشاب أن يعمل ويحظى بفرصة عمل، ومطالبا كذلك بتوفير خدمات له مثله مثل غيره. معنا اتصال السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، قبل الانتخابات طلعت مظاهرات بالحسينية، وهذا البرنامج هو نفسه مالكم منبر الرافدين. استقبلت بعض الأشخاص تحدثوا من خلال قناتكم، ليسمعوني هسه أهل الحسينية ليسمعوني. أنا ثاني يوم ذكرت إنه هذه المظاهرات مسيسة. فعلا على مود الانتخابات شوف من كان محركهم. هذه المظاهرات المسيسة ما أدري، أسأل أهل الحسينية يا ترى ساكتين هسه؟ هم الآن كلهم ساكتين، يا ترى الحسينية صارت أحسن من طوكيو، باريس، لندن؟ ما يطلعون هم لويش؟ شنو السبب؟ لازم انه صار حالهم احسن من طوكيو. اي بصراحه استاذ محمد يقنعني، لا تحلف لكن اقنعني، لا تتكلم على منبر الرافدين وهذول اللي يطلعون مو اقصد بها انتم، لا هذول اللي يطلعون لا تكذبوا العمو، لا تطلعون لا تكذبوا على الناس، جينا تخدعون الناس. اما هذه المظاهرات اللي تدري الان استاذ محمد هذه راح تستغل، شئنا ام ابينا راح تستغل. من تستغل؟ من إيران وميليشيات الشيعية والأحزاب الشيعية. كيف ستستغل أبو عمر؟ كيف ستستغل؟ اسمح لي، أنت إذا تشوف إيران مسلط عليها سيف من قبل أمريكا وإسرائيل بالشام وباليمن وبالعراق أيضا، بالعراق بعدها بس، وكذلك في لبنان لحد لا تشكيل حكومة ولا يحزنوا، وأوروبا وياهم ودول الخليج. يا إيران اسحبي قواتك من اليمن واسحبي قواتك من الشام واسحبي قوات، لا تدخلين بشؤون العراق، طلعي ميليشياتك هاي كلها طلعي، هذا السيف على رقبة ايران، فأحسن فرصة هي لايران تقول لك والله ثورة شيعية شعبية مسلحة قامت ضد على مود الخدمات الماء والكهرباء، احنا ما لنا علاقة، فراح يصير التدخل بها بصورة غير مباشرة وراح تؤدي إلى دمار وهلاك المدن الجنوبية والوسطى صراحة، أنا أقولها وهاي سجلوها علي ماكو. قولوا أبو عمر قاله وما صدقناه زين، هاي راح أقول لك إياها. أما بالنسبة لهذه الحكومة يا المتظاهرين أزدت لكم رسالة، أنا مو أدافع عن ذولا، أنا ضد كل واحد إجا حتى ضد من الواحد عشرين لحد الآن أنا ضدهم. أحكي لك بصراحة، أنا كمدرس تاريخ من قريت التاريخ عرفت شكو شماكو بي زين، أنا قصدي شنو هاي الحكومة طالع مظاهرة ترى ما تسوي لك حال هسه، يعني هاي ما بيجيها ولايه. طيب ما الحل الذي بداخل راسك ابو عمر اذا كان حل المظاهرات لا ينفع؟ يعني هو يعني قدر الامكان عدم استخدام القوه والهجوم على الشركات النفطيه، هذا راح يؤدي الى تدخل ايران مباشره وميليشيات الشيعيه والاحزاب الشيعيه. لا تخلون واحد جاي بالسلاح ويدخل وياكم، ترى بس يدخل سلاحه وتعلق. طيب حتى هذه اللحظة لا يوجد أي سلاح رفع أو استخدم في هذه المظاهرات، وقضية الاقتحام قضية الاقتحام هي غضب شعبي انعكس بهذه الطريقة. وواقف التدخل السريع ما قدرت توصل لهم على مثل ما يقول القرنة، هاي ما في شمال القرنة، شمال غرب القرنة ما أدري وين، هاي المنطقة أيضا هجموا عليها المنشآت النفطية وصار بها رمي سلاح وجرحى وأربعة وكثير من الشرطة أيضا، هاي الأخبار الآن الواقف الجديدة، فدير بالكم يا أخوان، دير بالكم. شكرا جزيلا أبو عمر، أنا أشكرك، نعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. وضحت الفكرة. معنا السيد أبو زينب من النجف. أبو زينب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختصار قول ولما حصل ويحصل منذ 2003 إلى الآن أسوأ حكومة حكمت العراق منذ عام 1921 تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد هذه اللحظة هي حكومة حيدر العبادي. قتل وتهجير ودمار وقطع راتب قطع دمروا العالم. هاي مظاهرات لا شكلية ولا تنقيعية ما يفيد غير ثورة عارمة من ساخو إلى الفاو. وأهم شيء أنا أقول أنه الجبناء الشيعة يجب أن يخرجوا بدون تعميم أبو زينب حتى لا يكون قضية سب وقذف وما إلى ذلك، يعني حتى لا تكون أيضا إهانة موجهة إلى الآخرين بدون تعميم. تفضل أبو زينب. طيب فقدنا الاتصال مع أبو زينب، معنا السيد يوسف من بغداد. تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. أولا على الجيش والشرطة العراقية الأبطال، عليكم أن تساعدوا الثورة العراقية الكبرى وتكونون سندا لهذه الثورة الانتفاضة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتكون هي ثورة للعراقيين ومن العراقيين. ألف تحية إلى أهالي الجنوب وشيوخ العشائر الأبطال والثوار. ألف تحية إلى كل ثائر رحم الله شهداء الثورات في السابق واللاحق واليوم وغدا، وشفى الله الجرحى. يا أخواني يا عراقيين، لقد انتهت الفرصة مع هذه الحكومات العميلة والميليشيات الإجرامية والسياسيين الفاسدين والخارجين على القوانين الحرامية. يجب علينا أن نثور بكل إخلاص وتوكل على الله سبحانه وتعالى وإنهاء المؤامرات على العراق وإنهاء التدخل الإيراني والخارجي على العراق والعراقيين. هذه الثورة نجحت إن شاء الله بإذن الله تعالى. هم أغلب الثوار من أهالي الجنوب الأبطال ولد الملحة، ونحيي ونطالب أيضا أن قوات الجيش والريد حكم عسكري، الريد قائد بطل عسكري شريف وشجاع حتى التاريخ، حتى التاريخ يبقى تاريخه نظيف وولاءه يكون للعراق والعراقيين بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى كل المراجع أن تساند هذه الثورة لأنها ثورة مع المظلومين. وكفاكم دعايات بحثية وداعشية، هذه الثورة هي لا حزبية ولا بحثية ولا داعشية، هذه ثورة عراقية، هذه ثورة عراقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أسف علي طالب. السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا سيد يوسف. طبعا استمعنا مشاهدينا الكرام إلى هذه المطالبات. هناك دعوات للقوات الحكومية أن تتكاتف مع المتظاهرين. طبعا الجميع يتمنى أن يكون هناك دعم وحماية حقيقية وتكاتف ومساندة من قبل الأمن في العراق للشعب بشكل عام، سواء كان تظاهر أم لم يتظاهر. لكن للأسف الشديد ما نراه هو واقع مختلف تماما، حيث أن التعامل الحكومي مع المظاهرات في العراق عنيف للغاية، ودلائل كثيرة في مظاهرات كثيرة حدثت، وهناك مجازر ارتكبت في العراق وصنفت مجازر عن طريق المنظمات الحقوقية ارتكبت على أيادي أو عن طريق القوات الحكومية إن كانت سوات، قوات تدخل سريع أو غيرها. هذا التعامل طبعا هو للأسف الشديد أفقد الثقة ما بين المواطن وما بين القوات الحكومية. بالإضافة إلى نقطة مهمة، أن تأسيس الجيش عندما جاء الاحتلال وحتى هذه اللحظة وكان تأسيسا طائفيا، تم اختيار عناصر معينة، أسس الجيش على أسس طائفية، انتمت هذه القيادات إلى الأحزاب أو جاءت قيادات منتمية لأحزاب معينة. هذه الأحزاب قد تكون موالية لإيران، هذه الأحزاب قد تكون موالية لجهات أخرى، وزرعت في هذا الجيش وأصبح الجيش يتبع ولاءات قادته ويتبع الأفراد ولاءات قادتهم، وبالتالي أصبح جيشا مشتتا يسير وفق أهواء ورغبات القادة، الأحزاب، الميليشيات، المعممين، يعني بغض النظر من الذي يقود. لا يوجد حاليا في العراق جيش وطني يسعى لحماية هذا الشعب، ودلائل كثيرة تابعناها عندما تم التعامل مع محافظات معينة بطريقة معينة
ويتم التعامل مع محافظات أخرى بطريقة مختلفة تماما. إذن هو الموضوع ليس حياد، الموضوع تعامل عنيف يأتي بأوامر وينفذ عن طريق أوامر تعطى. طبعا نذكر أن التظاهرات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، تجددت في محافظة البصرة احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية في المحافظة. مصادر صحفية ذكرت أن سكان منطقتي القرمة والقبلة تظاهروا احتجاجا على تردي الكهرباء وتفاقم ملوحة المياه في شط العرب، وكذلك تم حرق إطارات السيارات وسط الشوارع وأغلقت العديد من الطرق. طبعا نعطي الآن الرد على قضية دعوات لتكاتف الجيش والقوات، طبعا الجيش والقوات الحكومية مع المتظاهرين، ولكن بعد قليل معنا اتصال. أبو ناصر من تركيا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدين والكل الكادر، وتحية خاصة لأستاذنا العزيز أخوكم الأستاذ مصطفى اللي صار فترة ما شايفيه. حياك الله أستاذ محمد. هذا اللي كان المفروض يصير من زمان، لأن الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى الآن ما قدمت أي شيء للشعب العراقي غير الضيم والقهر والبطالة ومخدرات، زيادة ملاهي برعاية من أصحاب العمائم والسياسيين والبرلمانيين. نفذ صبر الشعب أستاذ محمد، والمطلوب من بقية المحافظات دعم هاي التظاهرات، ونتمنى يعني أنا شخصيا والله أتمنى كل المحافظات تطلع تظاهرات، وأتمنى بالأخص من أبناء النجف التظاهر أمام مكتب المرجعية، وأن يطالبون بخروج السيستاني شخصيا، وأن يوعدهم بتلبية مطالبهم، وأن ما تنتهي هاي المظاهرات إذا ما تتلبى كل مطالب المتظاهرين وكل مطالب الشعب بصورة عامة من كل الطوائف اللي موجودة بالعراق، إلا إذا كان المرجعية مستفادة وما تريد تقدم شيء للشعب. طيب أنت لاحظ حضرتك أستاذ محمد، لأن الشعب انسرق قوته وسلطوا عليه الميليشيات هاي المجرمة تفتك بيه، يطلع العبادي بتصريح بيقول بأنه موجودة عناصر مندسة ضمن المتظاهرين. يعني وكأنه ما كفى هذا إطلاق الرصاص على المتظاهرين، يطلع عنده بهذا التصريح المخزي، وهسه يقولون بأن الحكومة راح توفر 10,000 فرصة عمل لأهالي البصرة. طيب أنتوا وين كنتوا قبل هاي الفترة؟ إذا فرص العمل متوفرة ليش ما استفاد منها الشعب؟ طيب هل تعتقد أبو ناصر أن الحلول الترقيعية يمكن أن تجدي نفعا في العراق الآن؟ ما تجدي نفعا أستاذ محمد، نهائيا ما تجدي نفعا. المفروض هسه المحافظات كلها تتظاهر ويزيحون هاي الزمرة اللي سلطت على رقابنا من 2003 لحد هسه، واللي ما قدمت للشعب أي شيء يرتاح له، لا مي لا كهرباء لا صناعة لا زراعة لا وظائف، كل شيء ما قدموا، بس هم المستفيدين من اجوا للحكم، من سلطوا على رقابنا، وبعض الناس يقولون اجوا على الدبابه الامريكيه، لا والله هم يمكن اجوا خاتلين ورا الدبابه الامريكيه. طيب اسمح لي ابو ناصر، اسمح لي ابو ناصر، نعرض مقطع الان لعمليه اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بحقل القرنه والذي اسفر عن اصابه عدد من المتظاهرين، فلنشاهد. شوفوا القوات الأمنية، القوات مالبي صوت تجمع المتظاهرين والرمي مستعد، جاي يرمون علينا احنا متظاهرين بالهوير، يا ناس عليهم وصلوا صوتنا، شوفوا القوات الأمنية جاي يرمون علينا بسلاح واحنا ماكو، شوفوا شلون، شوفوا باعوا يا ناس علينا مسؤولين شركة النفط خط الجنوب غرب القرنة ناحية الهوير، شوفوا القوات الأمنية شوط تجمع علينا، شوط تجمع المتظاهرين، شوفوا هي هاي رجولة، وينك يا رئيس الوزراء، وينكم يا مسؤولين، باغا شوفوا، شوفوا القوة الضاربة شركة نفط الجنوب، شوفوا شلون يهجمون على المتظاهرين بالسلاح، باعوا انتبهوا، هي هاي رسول، هي هاي الكلبية، سمعوا براسة نزلوا من السيارة، هاي الهوير يلا شوفوا الهوير، شوفوا عسيلة الحجاج. كلمة مهمة قالها أحد الشباب في هذا المقطع، لا أحد يخاف واستمروا بالتظاهر. سيد أبو ناصر، كيف لمظاهرات في العراق أن تستمر في ظل وجود هذا العنف المفرط الذي يستخدم ضدهم وضد المتظاهرين والمظاهرات، قتيلين وعدد كبير من المصابين، وهذه الأعداد في تزايد مستمر في ظل ما شاهدناه وما سنشاهده ربما مستقبلا في حال استمرت هذه المظاهرات؟ والله أستاذ محمد، لو الحكومة عندها غيرة وشرف ما أطلقوا الرصاص على الناس العزل اللي يدنبوحهم على شاشتكم الموقرة ما بيدهم أي سلاح،
ناس عزل طالع الطالب بحقوقه. يعني الناس ملت وتعبت من عندكم يا حكام العراق يا قونا يا مجرمين، كافي إلى متى؟ ولو عندهم غيرة وشرف مو يريدون يعوضون أهل اللي انقتلوا بمبلغ من المال. نعم. والله سألي اللي مطلوب أستاذ محمد من القوات الأمنية إنه توقف بجانب الشعب المتظاهر من أجل مستقبل أفضل للعراق وإزاحة هاي الزمرة المجرمة. كافي سكوت أفراد القوات الأمنية نفسهم، هم من عشائر محترمة ومتضررة ومنهكة، المفروض مساندة المتظاهرين وطرد المجرمين الإيرانيين الموجودين بالعراق من قاسم السليماني إلى أصغر واحد من أتباعهم من هذول اللي جوي وطلطوا على رقابنا، طردهم خارج العراق خارج أرض الأنبياء والمرسلين. كافي سكوت، هذا هاي الانتفاضة إن شاء الله تبقى مستمرة إلى أن تنزاح هاي الحكومة المجرمة ويطلعون هالمعممين هذول وأتباع إيران يطلعون من أرض العراق. العراق بلد الخيرات، العراق بلد الأنبياء والمرسلين. سيد أبو ناصر، عرضنا مقطعا سابقا في برامجنا عن أحد الناشطين السياسيين أو المدنيين الذي يتحدث عن مظاهرة في محافظة كربلاء، وكان العدد وقتها قليل، ويعني عاتب أهالي المحافظة بأنهم لم يخرجوا بأعداد كبيرة في هذه المظاهرات، كالذي سمعناه قبل قليل من أحد الشباب في هذا المقطع الذي عرضناه عندما يقول لا تخافون واستمروا، الرصاص يطلق وهناك جرحى وهناك قتلى، ولكن هناك دعوات للاستمرار في هذه المظاهرات. لماذا الخوف؟ لماذا نشاهد خوفا كبيرا في العراق الآن من الخروج بمظاهرات والناس هي تعاني؟ يعني الناس لا تعيش في رفاهية، الناس تعاني، ويعني هناك اضطهاد وهناك قمع للمواطنين في العراق. أستاذ محمد، أعتقد مسألة الخوف انزاحت وإلى غير رجع إن شاء الله. الشعب عرف مصيره، هو وين راح يصير إذا بقت هاي الزمرة متسلطة على رقابه. الشعب انتفض، وهاي إن شاء الله الشرارة الأولى ونهايتها إن شاء الله انزاحت هاي الزمرة المجرمة كلها، لأنه كافي يسرقون بقوت هالشعب هذا المظلوم اللي محروم من أبسط حقوقه، محروم من كل شيء موجود بكل دول العالم. نعم. يعني أبسط دولة بالعالم هسه مرتاحة، كهرباء ومي ووظائف وصناعة وزراعة، وإحنا عندنا بس السرقات وبس الفساد اللي استولوا عليها هذول الفاسدين من المعممين والبرلمانيين وهذول الحكومة المجرمة. هاي الانتفاضة إن شاء الله انتفاضة وثورة، ثورة عارمة إن شاء الله نتمناها أن ما تتوقف إلى أن تتلبى كل مطالب المتظاهرين من كل طوائف الشعب العراقي. طيب. والله يحفظهم إن شاء الله بحق سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا أبو ناصر، كنت معنا من تركيا. نذكر مشاهدينا الكرام ببيان منظمة العفو الدولية الذي أصدرته بخصوص المظاهرات، وقالت بأنه التظاهرة التي خرجت شمال مدينة البصرة كانت سلمية وخالية من السلاح. المنظمة الدولية أكدت على أن العراقيين يحق لهم ممارسة حقوقهم بالتجمع السلمي بدون ترهيب أو قمع، وأشارت إلى أن خبر إطلاق القوات الحكومية النار على متظاهرين في البصرة وسقوط قتيل وإصابة آخرين أمر يثير القلق. أيضا طالبت المنظمة، منظمة العفو الدولية طبعا، طالبت بإجراء تحقيق عادل ومستقل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. هنا نضع مئات الخطوط الحمر تحت هذه الجملة، قضية اللجان المستقلة والتحقيقية. يعني أما تكون لجان دولية مستقلة وتحقيقية وهناك إشرافا دوليا على هذه اللجان، أو لا تكون لجان في العراق، لأنها لم تأتي بثمارها منذ أن تأسست أول لجنة في العراق للتحقيق بأول قضية. هناك يعني مشاكل في القضاء ومشاكل في النزاهة في العراق. طبعا ذكرنا أن عدد القتلى والمصابين في العراق يرتفع يوما بعد آخر بسبب استمرار العنف المستخدم من قبل القوات الحكومية، وربما يكون بإعاز سلطوي كذلك من حكومة حيدر العبادي، أو ربما يكون بإعاز ميليشياوي نظرا لما ذكرنا سابقا أن هناك ولاءات من قبل قادة الجيش والقوات الحكومية لأشخاص بخلاف قائدهم العام للقوات المسلحة. نراكم بعد قليل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نذكر بالبيان الذي أصدره شيخ قبيلة بني مالك الشيخ ضرغام بن صباح بيانا حول تظاهرات البصرة، قال فيه أن العراق لم يعد دولة وتحول لمجموعة أحزاب ومافيات تتحكم بثروات البلد وتبيع سيادته بأبخس الأثمان بحد وصفه. طبعا كذلك أضاف الشيخ أن حادثة إطلاق النار على المتظاهرين رسالة واضحة من حكام البلاد يحذرون فيها أي شخص يطالب بحقه ويرفع صوته، وأشاروا إلى أن العراق أمام مرحلة جديدة من القمع والاستبداد. يعني العراقيون يعلمون بالسياسة المتبعة تجاههم من قبل هذه السلطة، ولكنهم سيستمرون كما قال السيد أبو ناصر، كما ذكر كذلك أنه لا خوف بعد اليوم، يجب أن يكون هناك تحركا حقيقيا جادا فعالا من أجل أن تنتهي هذه المأساة التي يعيشها العراقيون. طبعا عفوا الشيخ ضرغام أكد أن المرحلة أخطر مما يتصور البعض، وما تمر به البصرة هو مؤشر على مرحلة استعباد وطغيان لابد من الوقوف بوجهها والتصدي لها، وبين أن كل الخيارات باتت مفتوحة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين. طبعا هذا الكلام نوه عن طريق الكثير من المتظاهرين في مقاطع عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية أن هناك ربما يعني تهديد مبطن لهذه السلطة، إن لم تنفذ المطالب فسيكون هناك تصرف آخر يتبع من المتظاهرين. لا أحد يعلم ما طبيعة هذا التصرف أو ما طبيعة الخطوات التي يمكن أن يتبعها المتظاهرون، لكن كما ذكرنا هناك تهديد لهذه السلطة، لأن السلطة التي لا تعترف بحق مواطنيها والتي لا تحترم حقوق مواطنيها يجب أن يتم التعامل معها بالمثل. كما ذكر المتصلون الكرام أن سلطة حيدر العبادي وهو شخصيا عندما اتهم مظاهرات بأنها فيها مندسين وفيها مخربين وفيها خلايا نائمة، وتقريبا معظم السياسيين الذين تحدثوا عن المظاهرات التي تحدث في جنوب العراق ضد البطالة ونقص الخدمات وانعدامها عفوا وكذلك تسلط الميليشيات وانهيار الأمن والوضع الاقتصادي المنهار وما إلى ذلك، اتهموا المظاهرات دائما بأنها فيها خلايا نائمة وأن هناك مندسين يقومون بإثارة البلبلة وإثارة الفوضى في الشارع العراقي. لا يوجد اعتراف حقيقي من مسؤول في العراق بحق المتظاهرين بالتظاهر، بحقهم السلمي بالتعبير عن مطالبهم، بالتعبير عن حقوقهم، بالمطالبة بأبسط الحقوق، بالمطالبة بالحرية، الحرية الحقيقية ليست حرية الاحتلال التي جاءت بها الولايات المتحدة، حرية المواطن الحقيقي بالتعبير عن رأيه وبالانتفاضة عندما يرى أن هناك أخطاء موجودة في هذا البلد. للأسف الشديد لا يوجد من هذه النماذج في العراق، هناك نموذج واحد فقط هو نموذج أن تتبع بدون أي كلمة، إن كان هناك اعتراض يتم القمع بكل الوسائل. نور المالكي أبرز مثال طبعا لهذه القضايا، قضية القمع المستمر للمظاهرات، ونماذج كثيرة حدثت في عهده وقام بقمعها بكل الوسائل المتاحة حتى استخدم الرصاص الحي الذي أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين. في العراق طبعا هناك معاناة كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، ولكن ما يمكن أن يلاحظ الآن هي قضية التمدد والانتشار لهذه المظاهرات التي نراها الآن، انطلقت من البصرة وامتدت إلى المحافظات الجنوبية الأخرى. أهالي الجنوب الذين قال سياسيون كثر أنهم جزء من هذه المحافظات، ولكن الآن أثبت الأهالي أنهم لا ينتمون بأي صلة للسياسيين الموجودين الذين يتحدثون بالشيعة والذين يتحدثون بالجنوبية والذين يتحدثون بغيرها من هذه الأمور المرتبطة بأهالي الجنوب. هذه المظاهرات أكبر دليل على المعاناة التي يعيشها سكان محافظات وسط وجنوب العراق، والتي اقتضت الحاجة الآن إلى الخروج والتظاهر والتعبير عن الغضب باقتحام منشآت نفطية، بحرق الطرق، بقطع الطرق، بحرق الإطارات، هذا وتعبير المواطنين عن غضبهم. حتى الآن لم يحمل أي سلاح، واعترفت به المنظمات الدولية أنه لا يوجد سلاح في هذه المظاهرات. من يقول غير ذلك هو يحاول أن يجد أي مبرر من أجل قمع هذه المظاهرات. نتابع مع حضراتكم أيضا مقطع آخر عن انتفاضة البصرة لهذا اليوم طبعا، وطريقة تعامل المتظاهرين وكذلك أناشيدهم وكذلك الشعارات التي يرفعون، فلنشاهد. Allah'a emanet olun.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما استمعنا الى الاهازيج التي اطلقت في هذا الاعتصام من قبل المتظاهرين في محافظه البصره، اليوم البصره انتفضت وحنت لايام الفاله بدلاله على ثوره العشرين. طبعا هناك محاوله لاشعال فتيل الانتفاضه والثوره من جديد في العراق، التي كذلك كانت انطلاقه من الجنوب في ثوره العشرين، و الآن يحاولون أن يعيدوا هذه الأمجاد مرة أخرى بقلع المحتل بكل أنواعه طبعا ومسمياته مهما كان. من يقوم بقمع المواطنين ومن يقوم بتسليط قواته وميليشياته على رقاب المواطنين، والذي يسلب الحقوق والذي يهجر والذي يقتل، هو محتل مثله مثل غيره. المحتل ليس الذي يأتي من الخارج فقط، هناك محتلين في الداخل الذين يحتلون ثروات البلد، الذين يسيطرون عليها، الذين يسرقون قوت الآخرين، الذين يقتلون، الذين يهجرون، الذين يعتقلون. هذا شكل من أشكال الاحتلال، هذا شكل من أشكال القمع الذي يقوم به العدو الذي يأتي من الخارج، كذلك يقام في الداخل الآن في العراق. مفوضية حقوق الإنسان قالت إن تطورات الأحداث قد تنعكس سلبا على الواقع الأمني والإنساني في محافظة البصرة. وكذلك أضافت المفوضية أن خروج أبناء المحافظة في سلسلة تظاهرات سلمية بسبب نقص الخدمات وقلة فرص العمل، وطالبت المفوضية حكومة العبادي بالتدخل لاحتواء الأزمة. كيف يمكن للسلطة أن تتدخل وهي لا تعترف بحق المتظاهرين، وهي التي تتهمهم بأن هناك مندسون داخلهم، هي التي تتهم المتظاهرين طبعا بالتواطؤ مع جهات أخرى، هي التي تتهمهم بأن هناك خلايا نائمة، تتهمهم بحمل السلاح، كثير من الاتهامات التي تدل على رفض هذه السلطة رفضا قاطعا لأي صوت يطالب بحقه في العراق. هناك رسالة من أحد المشاركين يقول: أتمنى أن تستمر المظاهرات، لكن ليس لاسترجاع الكهرباء وتحلية المياه المالحة، بل لتغيير الحكومة أجمع والنهوض بهذا الوطن الذي سرقت خيراته من أناس ليس لهم أي ولاء للوطن. معنا اتصال سيد أبو مصطفى من لندن. ألو، تفضل أبو مصطفى، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخي العزيز؟ شلون صحتك؟ حياك الله أبو مصطفى، أهلا وسهلا. الله يسلمك، الله يخليك. كان موضوع عن مظاهرات البصرة. نعم. يعني احنا نعرف انه الوضعية بالبصرة تصير يعني أسوأ وأسوأ، مو بس البصرة. التوضيح فقط، هي ليست البصرة، هي في محافظات جنوب العراق بشكل عام، هناك مظاهرات في أماكن كثيرة. يعني وبشيء خاص انه البصرة. نعم. يعني إذا نشوف الوضعية مع الكهرباء، انه صار لك 15 سنة ولحد الآن ماكو أي تحسن، بس مجرد صرف فلوس على لا شيء. بالإضافة انه موضوع يعني الماء، موضوع الماء انه بده يأثر حاليا، يعني بتعرف درجات حرارة الصيف يعني سموه زعاف. نعم. انه يعني الله يساعدهم يعني. لكن سيد ابو مصطفى، هناك من يقول بانه يجب على المتظاهرين ان لا يخرجوا فقط على الماء او من اجل الماء والكهرباء، عليهم ان يخرجوا من اجل الخلاص من حكومة تسلطت على رقابهم وهي السبب في كل ما يحدث في العراق، نقص الماء ونقص الكهرباء وانعدامها والخدمات وغيرها. يعني يجب أن يوسع العراقي من أفقه ونظرته أن تكون بعيدة لكي يرى ما هو أبعد من قضية الماء والكهرباء، قضية المسبب لأزمة الماء والكهرباء. ما رأيك؟ يعني أخي العزيز، إحنا نعرف كل شيء، أن الحكومة الحالية أنها صار 15 سنة هي نفس الحكومة، نفس الأشخاص، ما صار أي تغير، وحتى صار اكو تغير طفيف جدا الذي ما ياثر حاليا عليهم. والشعب هذا كله يعرف، يعني شعبنا كله يعرف هالشيء هذا، وليس شيء غريب على الشعب، انه يعني نفس الاشخاص، حتى صارت من الانتخابات، وعرفت من الانتخابات صارت يعني نوع من التزوير. نفس الاشخاص ما حيتغير شيء، وحتى بالنسبه انه الخدمات الموجوده حاليا، سواء كانت الخدمات العامه، الخدمات الخاصه، ما حتتغير اذا مو جذر، مو تقلع من الجذر، كانها شجره فيها مرض، لازم تقلع من الجذر نهائيا وتتخلص من عدها وتبدي من جديد، تزرع شجره جديده. نعم. انا اشكرك سيد ابو مصطفى، شكرا جزيلا. كنت معنا من لندن. معنا احد المشاركين حقيقه على الواتساب، هو يقول: انا من البصره
أريد أوضح شيء إذا ممكن. طبعا نحن ننتظر ما نوع التوضيح الذي يريد أن يضيفه. أكيد للجميع الحق بالمشاركة طبعا مشاهدينا الكرام، وكذلك ندعوكم مرة أخرى للمشاركة عبر أرقامنا أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيحها قناة الرافدين لإرسال الرسائل النصية فقط، لا يوجد اتصال، لا يمكن استقبال اتصالات في هذه الخدمة. معنا اتصال سيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أستاذ عزيز، بالنسبة للجنوب والشمال والعراق كله، هو أي خدمات ماكو؟ أهل الجنوب احنا مو قلنا سابق وقلنا وردنا يا عراق انهار، كنا فشدة، كنا خوانة، هذه مو حكومة، هؤلاء عصابات مافيات. يا للجنوب راح يجينا يوم ننتكش كلنا، كلنا احنا بلد واحد. العرب مو قالوا يقول الحق بالسيف ويش عايز يريد يشهود؟ يا اخواني اهل الجنوب انتم اخوتنا، والله ما نمطي بيكم ولا ننفذكم انتم. المجوس لعبوا علينا واليهود كافينا، احنا بنظل بذل، والله عايشين بذل، والله والله الله على ما اقول وكيل، كلها ذل في ذل، الله على ما اقول وكيل. انتم ظلتوا قاعدين وتتفرجون علينا ايام زمان، احنا قبل الدواعش الله عطى الله على الدواعش، احنا اخوتكم. لكن يا اخي الى متى تبقون على هاي الوضعية؟ والله ما يجيكم لا كهرباء ولا مي. المليارات هذه 1000 مليار وين راح؟ ابن بلاد مو بس العراق، يبي 10 عراق. بس مع الاسف مع الاسف وقعنا بيد اليهود والمجوس، يفتنونا فيما بيننا حتى ينهبونا الثروات واذلونا، نهبوا ثرواتنا وفشتوا بعرابنا وارضنا راحت. اخوان شنو نبقى؟ الى متى نبقى احنا على هاي الوضعية؟ الى متى؟ يا شعب يا شعب خليك ناصح، لا ظل خدم الاجنبي، احنا اللي اصبحنا خدم الاجنبي. الاجنبي يفوت كيف باي مكان يريد، واحنا على هويتك ومنين جاي يضربك حاسب شنو؟ اني ابن العراق، اني اللي صرت انا صرت مجرم، والاجنبي يجي بكسول وجود. مع استاذ محمد تسمعني؟ اسمعك اسمعك ابو مصطفى وياك. نعم الو اسمعك ابو مصطفى تفضل. يعني خلني يكون داري كل الشعب العراقي للاسف، يعني ايمتى بتتحرك؟ ايمتى تتدل الشوارع على قولة المرحوم الله يرحمه؟ نعم كافي يا اخوان، عيب عيب علينا. شو تقول علينا الامم؟ يعني حتى مع الاسف يعني اقول ماذا اقول؟ كلمات مو مجرحه، مع الاسف يعني اقول، بس اقول مع الاسف. نعم كافي كافي ذل، كافي خيانه. انت المخبر السري دمرت الامه، يعني هسه بالموصل عندنا المخبر السري دمر الامه. يعني احكي لك حكايات اكو شفير الساعه، اختطاف، قتيل، تشريد، كل شيء اكو لحد الان اكو. نعم يا اخوان احنا مو احسن منكم، انتوا ساعه مي ماكو، كهرباء ماكو، لكن هو العراق ايش بيه يشغل بيه؟ يشغل بيه غير الجثه حامده الشعب العراقي. ماكو غير احنا نطلع ونخلي الاجنبي يصول يجي له حد، هو الايراني والمجوسي ولا الصهيوني. ما ضل غير بس بيدنا هذه، هم يلحقون الدول العربيه هم روحنا، عفنانهم هذا العراق حتى يتكاونوا من ما يعجزون. يا اخوان كافي. شكرا جزيلا ابو مصطفى. اشكرك ابو مصطفى، وصلت الرساله. ابو مصطفى يدعو الى النهوض الحقيقي، ليس من أجل شخص واحد، ليس من أجل خدمة قطعت من العراق أو فقدت كالماء والكهرباء. النهوض يجب أن يكون من أجل هذا البلد بكل ثرواته ومقدراته وبكافة أطياف الشعب الذي يعاني بكافة أطيافه. للعلم يعني لا يوجد شيء يخفى على الجميع في العراق، المواطن هو الذي يعاني بكافة أطيافه، إن كان سنيا إن كان شيعيا، وهذه طبعا هي التسميات التي وضعت وقسم عليها وعلى أساسها قسمة السلطة وقسم الاحتلال المجتمع بهذا الشكل. هناك معاناة حقيقية يعاني منها العراقيون كافة من كل المحافظات، ودعوة السيد أبو مصطفى للنهوض الحقيقي، النهوض الحقيقي بعيدا عن الأشخاص الذين يركبون الأمواج، أمواج التظاهرات، بعيدا عن امتصاص الغضب الذي ينفذه البعض والذي يأتي بوعود كاذبة قد توهم البعض وقد يرضى بها البعض ويذهب عائدا إلى منزله ويضعف حركة المظاهرات الموجودة. هكذا يدعو السيد أبو مصطفى. معنا السؤال من أحد المشاركين، يقول هل يعقل أن بلد أبو أمل، طبعا هو تحديدا يقول، هل يعقل أن بلد العراق، بلد الحضارات، بلد القادة، بلد الأطباء والمهندسين والعلماء، ليس فيه أناس يمسكون بهذا البلد للنهوض به إلى القمة كما كان؟ طبعا لا يعقل، لأن العراق يمتلك الكفاءات ويمتلك الخبرات التي يمكنها أن تنهض البلد هذا مرة أخرى، وللأسف الشديد لكن هناك قمع مستمر لهذه الخبرات ولهذه الكفاءات، وليس لهم مكان في العراق طالما وجدت
سلطة لا ترضى برأي الآخر ولا تقتنع أنها على خطأ ولا تصلح الأخطاء التي ارتكبتها، وبالتالي لا يكون هناك مكان للكفاءات والخبرات والمستقلين الحقيقيين الوطنيين الذين يمكنهم أن يعمروا هذا البلد من جديد. طبعا الشخص الذي شاركنا وهو حاليا يقوم بالكتاب حقيقة يقول: اليوم أنا جنت بمظاهرات منفذ الشلامجة وطلعنا وسدينا المنفذ وإجا وفد من إيران وطردنا، بس أنا أسأل أكو بعض الأشخاص يقول هذه المظاهرات مدفوعة وفرهود وتخريب. يا أخي والله إذا الحماية ما الشركات يرمي عليك رصاص حي، أنت شنو ردة الفعل مثلا؟ شنو الكرفانات أو الشارع أحسن من الناس اللي استشهدوا؟ طبعا تعامل الأمن مع المتظاهرين هذا ليس بجديد، عرضنا مشاهد سابقة وحوادث سابقة ونعرض حاليا قضية البصرة وما يحدث بها. القمع مستمر، لا يوجد رغبة بقبول الرأي الآخر وبالتالي تنفذ بحقه أبشع الطرق. الحقيقة العتب والاستغراب والغضب الحقيقي هو من الرأي الدولي الذي لا يتدخل عندما يرى قتلى ويرى اعتداء على متظاهرين، وهو الذي يتحدث بحقوق الإنسان والمحافظة عليها وحمايتها وما إلى ذلك. المجتمع الدولي الذي يرى ويشاهد، يعني منظمة العفو الدولية عندما تخرج هذا التقرير ليس منطقيا أن المجتمع الدولي لا يشاهد تقرير منظمة بهذه الرصانة وبهذه الحرفية وكذلك بهذه الشهرة. ليس معقولا أن يشاهد المجتمع الدولي أو لا يشاهد تقرير منظمة العفو الدولية، وإن كان شاهده فهي مصيبة لا يتدخل ويوقف نزيف الدم العراقي الذي يحدث الآن على يد أشخاص مرتبطين بأحزاب أو جهات خارجية. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لحضرتك أستاذ محمد، لكل كادر قناة الرافدين. لن ينعم الشعب العراقي بخيرات بلده إذا لم يتم القضاء على من تسلطوا على رقابه من المجرمين الفاسدين الفاسقين الذين نهبوا كل خيرات العراق. ندعو كل أبناء الشعب العراقي للخروج بتظاهرات مماثلة لتظاهرات المحافظات المنتفضة والقضاء على من أوصلهم إلى هذا الحال. معنا اتصال. السيدة أم محمد من السليمانية، تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الرافدين وكادرها الله يسلمك. المظاهرات هي ليش طالعين مظاهرات؟ هم يضربون المظاهرات ويكسرون من عندهم، غير على مود المي وعلى مود الكهرباء أستاذ محمد. نعم أسمعك أم محمد، تفضلي. نعم على مود المي، على مود ماكو أمان، ماكو أمان. اليوم خميس، ذيك الجمعة، ذيك الجمعة هم شو يقولون؟ يقولون إرهاب. بس خلي عندي، لا أنا كنت ببغداد، أقربائي هو عميد مدير حسابات فرقة 15. نعم. زين بين خالص كتلو، منو كتلة؟ أقرباء، ماكو لا إرهاب ولا أبد. أقرباء هم شو يقولون؟ يقولون إرهاب كتلة، ماكو إرهاب. أستاذ محمد زين ليش كتلو؟ لو أكو حماية، لو أكو الشوارع مأمنة، ما ينكتل، مو تمام؟ نعم نعم اي هو يعني ديك الجمعه يوم 6/7 هم في 3 ساعة بالوحدة الظهر مدير حسابات فرقة 15 قتلوه بالخالص. بس هم شو يسوون؟ الحكي كله ما هو الى صحة، كله ما الى صحة، كلهم هم كاذبين، الحكومة كلها كاذب كلامهم استاذ محمد. نعم. مي ماكو، فعلا ماكو مي ببغداد، ماكو كهرباء، ماكو مي، حتى ببغداد هم ماكو شيء، يعني كل المحافظات لاكو خدمات، لاكو كهرباء. بغداد عاوية تبكي، تبكي بغداد، تبكي بغداد. شكرا جزيلا أم محمد، أنا أشكرك، شكرا كنت معنا من السليمانية، شكرا للمشاركة. العراق يعاني مشاهدينا الكرام، هذه أصوات المشاركين وهذه أصوات العراقيين الذين يتظاهرون الآن حتى هذه اللحظة، وهذه أصوات الذين أصيبوا وأصوات الذين قتلوا على يد القوات الحكومية وبإعاز حكومي. أكيد لا يمكن أن تسكت السلطة عن انتهاكات تحدث إن كانت ترفض فعلا أن تحدث هذه الانتهاكات. العراق يعاني دعوات للتظاهر، دعوات للانتفاضة الحقيقية، للوقوف أمام هذه السلطة التي دائما ما تحاول أن تقمع المظاهرات بأي شكل ممكن. نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.